لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء 24، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله، وعنوان حلقتنا علو الله بين الأشاعرة والوهابية. معركة أين الله لأنها فعلا معركة بدأت من 1200 أو أكتر من 1200 سنة وما زالت مستمرة، وأي معركة لازم يكون فيها أدوات أو أسلحة عند الطرفين، وأدوات وأسلحة المعركة دي هي الأدلة أو النصوص الشرعية زي ما هنشوف الشيخ وليد سعدان وهو بيأكد كلامنا في الفيديو اللي جاي. وإن من أعجب العجيب أنه لم يؤمن بهذه الصفة على مراد الله فيها إلا طائفة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، وهي الصفة الوحيدة التي أثبتها الله في النصوص الشرعية بأكثر من 1000 دليل. يعني في أكثر من 1000 دليل لإثبات صفة واحدة وهي صفة العلو. وطبعا الشيخ وليد السعدان بيقصد أن أي حد لو سألك أين الله هيكون جوابك في السماء، يعني في العلو، والجواب ده بمعنى الحقيقي مش المجازي زي ما بيقول الأشاعرة، واللي هنشوفه في فتوى الأزهر في الفيديو اللي جاي نشوف مع بعض. وأما ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على علو الله عز وجل على خلقه فالمراد به علو المكانة والشرف والهيمنة والقهر، لأنه تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، ثم قال: وكل ما خطر ببالك فالله تعالى خلاف ذلك، والعجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث في كنه ذات الرب إشراك. وزي ما شفت حضراتكم إن جواب الأزهر في الفتوى إن علو الله علو مجازي، علو مكانة وشرف وهيمنة وقهر، واللي يقول غير كده يبقى بيبحث في حقيقة ذات الله، وده شرك وكفر. يعني الله بنفسه ذكر العلو الحقيقي لذاته في القرآن وفي 1000 موضع، والأزهر يقول لك لا الكلام ده مستحيل، اللي يفهم القرآن على الحقيقة أو على ظاهره يبقى مشرك وكافر، رغم أن هذه الأدلة بسبب أنها كتيرة زي ما قلت لحضراتكم لدرجة أن هي بتوصل لأكتر من 1000 دليل. فالعلماء بقوا مش بيذكروها بأفرادها، يعني مش بيقولوها آية آية لأنها كتير جدا، فبقوا يذكروها بأنواعها. وهيشرح الكلام ده الشيخ وليد السعدان، وهنشوف الكلام ده في الفيديو اللي جاي. حتى إنه من كثرة أدلة علو الله لم يعد العلماء من أهل السنة يذكرونها بأفرادها، وإنما يذكرونها بأنواعها، فيقولون: كل دليل يدل على أن الأشياء تنزل منه فهو دليل على علو، كل دليل يدل على إثبات أن الأشياء تصعد إليه فهو دليل على علوه. من كثرتها لم يعودوا يذكرونها بأفرادها، وإنما يذكرونها بأجناسها، عفوا بأنواعها. يعني مثلا الآيات اللي تقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وهو القاهر فوق عباده. علماء السنة يقولوا الآيات دي تدل على علو الله بأنواعها، وهنشوف الشيخ ابن عثيمين وهو بيستشهد بالآيات دي ليستدل على أن علو الله موجود في القرآن بأدلة كتيرة أو بأكتر من 1000 دليل زي ما قال الشيخ وليد سعدان، وهنأكد الكلام ده ونشوف الشيخ العثيمين في الفيديو اللي جاي. علو الله عز وجل على خلقه، علو الله تعالى على خلقه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فأدلته متنوعة، كل الأدلة الممكنة في إثبات الشيء كلها موجودة تدل على أن الله تعالى فوق عباده. أما من القرآن فأدلة ثبوت علو الله على خلقه كثيرة جدا متنوعة، مثل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. وكذلك الآيات الدالة على أن الأشياء تصعد إليه كما في قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه. وكذلك الآيات الدالة على أن الشيء ينزل من عنده كما قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. والآيات في هذا كثيرة جدا. وأما السنة فقد دلت بجميع أنواعها على علو الله، دلت بالقول والفعل والإقرار، فالنبي عليه الصلاة والسلام
يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وزي ما شفتوا حضراتكم ان الشيخ ابن عثيمين ذكر ايات كتير من القران كمثال، وفي نفس الوقت بيقول ان الادله دي او الادله في القران اكتر من ان تحصى، ومش القران وبس، لا ده برضو في ادله من السنه. والشيخ ابن عثيمين بدا الادله باول ايه في سوره الاعلى، سبح اسم ربك الاعلى، والايه دي هنتكلم عنها بتفصيل بس بعد ما نتكلم بشكل سريع عن الايه الثانيه اللي استشهد بيها الشيخ ابن عثيمين، وهي هو القاهر فوق عباده. هنشوف مع حضراتكم تفسير أهل السنة والجماعة السادة الأشاعرة للآية دي تحديدا. هنشوف الشيخ الأشاعري جيل صادق هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. اعلم أرشدنا الله وإياك أن الله تعالى لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش، فهو سبحانه موجود بلا مكان. وإليك يا أخي المسلم ما يقوله الإمام القرطبي الذي توفي سنة 671 هجرية في تفسيره للقرآن الكريم في المجلد الثالث في الجزء السادس طبع دار الكتب العلمية الطبعة الثانية سنة 1424 هجرية في الصحيفة 257 في تفسير قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده. يقول القهر الغلبة والقاهر الغالب، ثم يقول ومعنى فوق عباده فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم، أي هم تحت تسخيره لا فوقية مكان، كما تقول السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة. انتهى كلام القرطبي. يقول الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والحمد لله الذي وفقنا إلى هذا البيان. وزي ما شفنا الشيخ جيل صادق وهو في بداية التفسير أو بالأصح نقل تفسير الآية 18 أو الآية 61 من سورة الأنعام من تفسير الأشعري الإمام القرطبي. والسبب أننا قلنا الآية 18 أو الآية 61 من سورة الأنعام لأن الآيتين نفس الكلمات اللي هي وهو القاهر فوق عباده. وبرضه عشان نكشف تدليس أهل السنة والجماعة الوهابية السلفية لما ننقل لحضراتكم ردهم على أهل السنة والجماعة السادة الأشاعرة، نرجع لكلام الشيخ الأشعري جيل صادق ونلاحظ أنه بدأ بعبارة دي: اعلم أرشدنا الله وإياك أن الله تعالى لا يسكن في السماء ولا يجلس على العرش، فهو سبحانه موجود بلا مكان. والكلام ده معناه إثبات العلو المعنوي فقط لله. أما العلو الذات فمعناه إن الله يسكن في السماء أو فوق العرش، اللي معناه جلوس الله على العرش، وده معناه تجسيم لله، وده كفر. أو إن الله حال في خلقه، وده كفر برضه. ونقل لنا الشيخ الأشعري جيل صادق من تفسير الإمام الأشعري القرطبي ما يؤكد ان تفسير وهو القاهر فوق عباده المقصود به العلو المعنوي، يعني علو القهر والغلبة. تفسير قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده يقول القهر الغلبة والقاهر الغالب، ثم يقول ومعنى فوق عباده فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم، اي هم تحت تسخيره لا فوقية مكان، كما تقول السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة. انتهى كلام القرطبي. ونروح للشيخ الوهابي السلفي الدكتور علي بن غازي التويجري وهو بيفسر نفس الآية، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. سبحان الله، أئمة أهل السنة، وهذه ميزة القراءة في كتب أهل السنة، يقررون العقيدة في بعض الكتب، ما أبغى أذكر الأسماء لكن تجدونها، الذين هم على مذهب الأشاعرة يقولون ليس وهو القاهر فوق عباده المراد له الغلبة، وهذا ليس المراد به العلو الحسي، وإن المراد به يعني القهر لمن تحته. سبحان الله، ما الذي يمنعنا؟ بل له العلو جل وعلا، وهو دال القاهر مما يدل على علو الله جل وعلا، وهو القاهر فوق خلقه، فهو قاهر لهم على ما يريد، وهو عال عليهم جل وعلا. وزي ما شفتوا حضراتكم الشيخ الوهابي السلفي علي التويجري وهو بيذكر ميزة، طبعا هو بيتفاخر بالميزة دي ويقول إن أهل السنة والجماعة، وطبعا بيقصد بأهل السنة والجماعة الوهابية السلفية، يقرون العقيدة في بعض الكتب. ومش عارفة ليه ما قالش كل الكتب، أو على الأقل قال في كتب العقيدة وبعد كده بدأ ينتقد عقيدة أهل السنة والجماعة السادة الأشاعرة.
ويقول إنهم مش بيفسروا الآية، وهو القاهر فوق عباده، على إن الفوقية فوقية علو ذاتي أو علو حسي. وزي ما شفته في الفيديو، مش عارفة إيه حكاية حسي والأحاسيس والإحساس مع شيخ الأزهر زي ما نقلنا لكم في حلقة قبل كده، ومع الشيخ التويجري اللي شفتوه حضراتكم قبل شوية. وزي ما حضراتكم تابعتوا الشيوخ السلفية الوهابية وليد السعيدان وابن عثيمين والتويجري بيثبتوا صفة العلو الذاتي لله، والشيوخ الأشاعرة شفنا فتوى من دار الفتوى بمصر والشيخ جيل صادق بيلغوا العلو أو بيقولوا إن العلو إنه علو مكانة وهيمنة وقهر. وأنا عايزاكم تتابعوني في الحلقة الجاية عشان كمان هنشوف مفاجأة من العيار الصقير لأهل السنة السلفية الوهابية، والتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. ما أنت هترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة.